السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في دورة جديدة إن شاء الله، هي عبارة عن تيلويند ودراسة تيلويند سي اس اس مع مشروع. طبعا في البداية في هذا الكورس أو في هذه الدورة راح تكون عبارة عن مقدمة، راح نتكلم أيضا عن هل يجب أن أتعلم تيلويند سي اس اس الآن، ما هو الفرق بين تيلويند سي اس اس على سبيل المثال والتقنيات المنافسة مثل بوتستراب أو بولما سي اس اس وماتيريال سي اس اس والكثير من التقنيات التي تعمل على البيئة الأمامية وما يعرف بالفرونت اند ديفلوبمنت. راح أتكلم عن إحصائيات أيضا لمقارنة بين التقنيات اللي هي سي اس اس فورم وركس من ناحية الداونلودز، من ناحية الإعجاب المستخدمين وما شابه ذلك. ثم راح نتكلم عن أو نشتغل على شيء بسيط في التيلويند بلاي جراوند، هو عبارة عن موقع من تيلويند يعني يعطيك فرصة أنك تجرب بعض الكلاسز الموجودة في التيلويند سي اس اس. طبعا فكرة تيلويند سي اس اس يعني مختلفة جدا عن التقنيات المنافسة مثل بوتستراب اللي هي تعتمد أنك أنت تبني عن طريق على سبيل المثال كومبوننتس جاهزة، أجزاء جاهزة مثل على سبيل المثال البوتن وتغييرات معينة محددة تعطيك. أما تيلويند سي اس اس يعرف بأن يوتيليتي فيرست سي اس اس فريم ورك، بمعنى أنه ممكن تستخدم كل التغييرات اللي تحتاجها من السي اس اس داخل الكلاسز مثل ما نشوف هنا في الموقع الرسمي طبعا لتيلويند سي اس اس. مثلا على سبيل المثال هنا باستخدام الكلاس، مثلا نستخدم على سبيل المثال هنا الفيجر، راح نضيف الكلاس ثم نضيف بعض الكلاسز الموجوده مثلا بي جي جراي 100 راح يضيف الباك جراوند عباره عن جراي والشيد هو يعني مثلا يكون مظلل بشكل 100 الى مثلا على سبيل المثال 900 يكون اكثر تظليلا وهكذا. فممكن تتحكم بالكلاس بالفونتس، ممكن تتحكم بالكلر للتكست وما شابه ذلك مثل ما راح نشوف ان شاء الله في هذا الكورس. طبعا مؤسس او صاحب فكره هو عباره عن هو ادم واثن، موجود ايضا على تويتر وفيري اكتف، نشط جدا ممكن متابعته للتحديثات. حاليا طبعا قبل تقريبا اسبوعين او اقل تم تحديث تيلويند الى النسخه الثانيه وفيها تحديثات جدا كبيره وجميله، ونحن ان شاء الله راح نشتغل على التحديث الجديد. فالموقع جدا جميل وسهل ويحتوي على دوكيومنتيشن واضح جدا. فلو رحنا على الدوكيومنتيشن نتعرف على الدوكيومنتيشن، بامكانك تستخدم طبعا هنا على اليسار كل المعلومات مثل على سبيل المثال انستليشن، اريد اعمل انستليشن للتيلويند ممكن اضيفه في النكست جي اس اللي شغالين على الرياكت فيو في لارافال وهكذا النكست جي اس وما شابه ذلك، خطوات كلها تكون موجوده راح نشوفها ان شاء الله في الدرس القادم كيف راح نثبتها. ايضا ممكن هنا بعض الاشياء الموجوده على الكور كونسبت الاشياء الاساسيه او في فهم النظريات الاساسيه الكور كونسبتس في تيلويند سي اس اس، مثلا الثيمز مثلا على سبيل المثال لاي اوت الكونتينرز وما شابه ذلك الفليكس بوكس الجريد واشياء كثيره جدا. هنا طبعا الفكره الاساسيه من هذا الكورس انه ما راح ناخذ كل كلاس على سبيل المثال ونتعلم مثلا التكست كيف راح اسويه، راح نحاول نعمل مشروع بسيط نتعلم فيه كيفيه مثلا كونفيجريشن على تيلويند سي اس اس كيف اثبته في مشروع، كيف اعمل كستمايزيشن اذا احتاج، وايضا نتعرف على الكلاسز وكيف استطيع ان اقرا الدوكيومنتيشن لانه بيكون نوع من يعني بيكون ممل جدا لو رحنا على كل كلاس وتعرفنا على ايش راح يسوي لان الدوكيومنتيشن جدا واضح. مثلا على سبيل المثال لو رحنا على الكلر، رحنا على الكلرز راح يعني يتكلم هنا على الكلرز والشيدد اللي موجوده هنا تكلمنا عنها قبل قليل، مثلا الاحمر راح ينطلق من مثلا 50 100 لحد 900، ولو تلاحظ ان هنا الكلر يكون اكثر تظليلا كل ما تكون تروح لاعلى، وايضا هذا يعني الالوان ممكن تعملها كستمايزيشن. فأول شيء نريد نناقشه قبل أن نبدأ في عمل مشروع اللي هو النقطة الثانية من هذا من النقاش اليوم إن شاء الله، هو هل يجب أن أتعلم تيلويند سي اس اس الآن؟ طبعا الآن الكثير من التقنيات كل شخص ممكن يتكلم يعني الكثير من التقنيات موجودة متسارعة في التطوير سواء في الفرونت اند أو في الباك اند في الجافا سكريبت، هل احتاج فعلا اتعلم تيلويند سي اس اس واترك مثلا على سبيل المثال سي اس اس او اذا استخدم بوتستراب او استخدم اي فريم ورك؟ الجواب طبعا لا، بس هي تقنيه جديده يعني فكره جديده جدا جميله، والفكره الاساسيه من اي فريم ورك لو تلاحظوا انه فقط لعمليه تسهيل عمل اللغه الاساسيه او ان صح التعبير. مثلا على سبيل المثال لتطوير اي موقع نحتاج الى ثلاث اشياء اساسيه اللي هو الفرونت اند الاتش تي ام ال اللي تعطينا التاكس والهيكل، السي اس اس تعطينا الالوان على سبيل المثال احجام الاشياء وما شابه ذلك،
والجافا سكريبت تعطينا اكثر طبعا الحيويه في الموقع. مثلا اريد لما اعمل كليك يطلع لي شيء معين، اخفي اشياء في الموقع، ممكن اتكلم مع اي بي اي وهكذا. فثلاث اشياء اساسيه بامكانك تعمل اي شيء بدون استخدام اي فريم ورك باستخدام طبعا هالثلاثه اشياء. فالشخص يجب ان يكون مركز، للاشخاص خاصه الاشخاص المبتدئين يجب ان يكون مركزين ثلاث اشياء اساسيه. حتى كل فريم ورك على سبيل المثال تيلوين سي اس اس او بوتستراب او اي فريم ورك راح يعتمد اساسا على فهمك للسي اس اس، وهذه نقطه جدا مهمه. على سبيل المثال لو تكلمنا على الفليكس بوكس مثلا، هنا الفليكس هو طبعا الفليكس اضافه الفليكس بحيث ان تكون مثلا لو عندي عناصر داخل ديف يوزعهن لي بشكل مثلا هوريزونتال يعني افقي، ثم استطيع ان اتحكم بالتباعد بينهن. هذه عباره عن اصلا سي اس اس، فيجب الشخص يكون فاهم اصلا فكره الفليكس. فتحتاج تذهب الى الفليكس في السي اس اس العادي تفهمه، بعد ذلك بامكانك تستخدمه في التيلوين سي اس اس. طبعا التيلوين سي اس اس سهلت العمليه مثل ما راح نشوف ان شاء الله في التباعد، في اضافه الكلاس وهكذا. فهذه يعني جدا جدا مهم لمعرفة الأشخاص، وأيضا للتعرف عليه يعني شيء جديد، وأخذ حيز كبير في عالم الفرونت إند مثل ما راح نشوف إن شاء الله. ننتقل الآن لجزء الإحصائيات. طبعا خلال البحث وجدت موقع جدا جميل اللي هو stateofcss.com، يعمل سيرفي سنويا ويقارن بين التقنيات للفرونت إند. فلما نذهب طبعا للموقع ممكن نذهب إلى هنا الى تكنولوجيز تقنيات، ثم نختار سي اس اس فريم ورك. على سبيل المثال راح يعطينا طبعا هنا كل مثل تيلوين سي اس اس كل الفريم وركس المشهوره، وطبعا يعطيك مقارنه بين كل سنه. مثلا على سبيل المثال تيلوين سي اس اس اللون الازرق طبعا مثلا على سبيل المثال 81% ك ساتسفاكشن مثلا في عام 2019، لان راح نشوف ان زاد الساتسفاكشن هو معدل الرضا على سبيل المثال 87. لو احنا على الانترست هكذا ايضا هناك زياده نلاحظها، ومقارنه بين طبعا التقنيات. لو احنا على سبيل المثال يوسج الاستخدام راح نشوف انه ما زال بوتستراب لكن في نقص تقريبا 1%، لكن لو رحنا على تيلوين سي اس اس في الاسفل راح نلاحظ انه في قفزه كبيره من 18% الى 33% وهكذا. بامكان الاشخاص يعني يطلعوا على هذا في معلومات جدا يعني قيمه بموضوع المقارنات وما شابه ذلك. لو رحنا هنا ايضا على هذا الشارت راح يوضح لك بعض الامور، مثلا مثل الانترست مثلا الاستخدام، ومثلا هل سمعت عن هذا التقنيه او لا وما شابه ذلك. ما راح طبعا نتكلم كثير، لكن ممكن الشخص يستخدمه كريسورس، راح اضيفه ان شاء الله هذا تحت الفيديو في الديسكربشن. النقطة الأخيرة في هذا الفيديو اللي راح نتكلم عنها هي موضوع البلاي جراوند. لو رحنا على موقع تيلوين سي اس اس في الهوم بيج، لو رحنا على الدوكيومنتيشن عفوا، راح نلاحظ ان طبعا عندك خيارات قراءة الدوكيومنتيشن. راح نستخدم هنا الخيار الثاني هو تراي ان براوزر ستارت بيلدينج. ممكنك تستخدم على سبيل المثال اي كود هنا يعني يتعرف عليه انه يكون طبعا كأنه تيلوين سي اس اس. يعني الفكرة الأساسية ما بس فقط ناخذ فكره قبل ان نبدا في الانستليشن ايش هو التيلوين سي اس اس. كمقدمه راح نعمل شيء شبيه بهذا على السريع، راح نشوف انه كيف استطعتنا نعمل مثل هذا الكود على سبيل المثال هو نافار مثلا هيرو بشكل بسيط وسريع. مثلا على سبيل المثال هنا راح يكون معي ديف، هذا الديف راح يكون ناخذ نضيف الكلاس بي جي مثلا جراي 100، ممكن نكتب الهايت. الهاي طبعا يعني يكون في ارقام معينه راح نشوفها ان شاء الله. مثلا على سبيل المثال 10 راح نلاحظ نشوف ان الهايت اقل. مثلا لو ضفنا مثلا 16 او 12 راح يكون اكثر وهكذا. ايضا ممكن نضيف، طبعا لو نلاحظ ان كلها كلاسز هذا كلها ممكن نرجع لها على سبيل المثال باك جراوند او تكست او ما شابه ذلك. تحت هذا الكلاس راح نعمل اللي هو مثلا على سبيل المثال اتش 1 لوجو، وايضا راح نضيف مثلا قائمة أو أزرار تحت الـ UL اللي هو HTML UL LI الأول راح يكون عبارة عن Login مثلا، الثاني راح يكون LI Register. الآن بدون Classes لو تلاحظ كلهن يكون تحت بعض حاليا. بكل سهولة بإمكاننا أن نعمل شيء اسمه مثلا هنا تحت هذا الدف نفسه راح نضيف كلاس آخر نسميه مثلا Flex اللي تكلمنا عنه. الفليكس راح يضيفهم بشكل عرضي،
ايضا راح نستخدم item center كان يكون في المنتصف، وايضا راح يكون مثلا justify between هذا انه يوزعهن لي باليمين واليسار. لاحظتوا كيف بشكل سريع. ايضا ممكن اعمل بالبادينج، من البادينج ممكن يكون الاكس يعني على شكل عرضي، او بالواي، او ممكن بادينج واحد بس في كل الاتجاهات. مثلا بي اكس 10 على سبيل المثال راح تلاحظوا انه عمل لي 10 و10 من اليمين ومن اليسار وهكذا. ممكن اعمل ايضا مثلا من الواي اللي هو فوق وتحت مثلا 2 وهي مسافه. فلاحظون عمل لي طبعا هنا سبليت بكل سهوله. ايضا هنا ممكن اعمل الكلاس اضيف له كلر معين مثلا تكست، راح يكون مثلا سايز مال القياس يكون ال جي او اكس ال، قياسات طبعا محدده، ما يكون التكست كبير راح يكون 2 اكس ال. الفكره اساسا نتعرف ان كيف سهل ممكن نعمل هذه الاشياء في تيلويند سي اس اس. فلاحظ هنا البوتنز نريد نعملهن جنب بعض، نريد نعمل اطار مثل ما شفنا هنا على السريع، ممكن نعمل بهذه الحركه على السريع. طبعا نعمل كلاس هنا، راح نعمل فليكس ايضا ايتم سنتر، وايضا راح نعمل جستيفاي، او ممكن نعمل مارجن رايت مثلا 2، عفوا مارجن رايت راح يكون في الزر الاول كلاس عشان يبتعد عن الزر الاخر، مارجن رايت 2 او 4 او 3 وهكذا. الان يبقى ان نريد نعمل بوتن حول الريجستر، راح اروح على الريجستر اعمل كلاس، نكتب الباك جراوند بلو شيد يعني الظل يكون 500، ثم نعمل التكست يكون مثلا وايت، راح نعمل بي اكس البادنج على الجوانب يكون مثلا 3، راح اعمل راوندد فل بحيث انه يكون شكل دائري مثلا، شوف كيف يظهر معي، او راوندد فل. لاحظنا انه صار. ايضا ممكن نعمل بادنج على في الاسفل وفي الاعلى بي واي مثلا 2 او 1. فبكل سهولة ممكن اعمل هوفر، ايضا ممكن اعمل سودو كود هوفر، نغير باك جراوند اللي هو بي جي وبلو مثلا 400. لاحظ نعمل شيد، تلاحظ الكلر تغير بكل سهولة. فبكل بساطة خلال ثواني محدودة او دقائق معدودة قدرنا نعمل هذا الكود. ايضا ممكن نضيف صورة، ممكن نعدل هذا الكود، انا راح اشيله عشان اختصار للوقت. هي الفكرة هي التعرف على ان كيف نستطيع نعمل كود. راح يكون عندي هنا ديف اخر، الديف هذا راح يكون في باك جراوند 500 ديجري، راح يكون ارتفاعه 96، راح فليكس تكلمنا عنه يضع العناصر في الجوانب على سبيل المثال، البي عبارة عن اللي هو البادينج وهكذا، ضفنا صورة، ضفنا تكست، التكست طبعا جعلناه كبير. فالفكرة الأساسية هنا ان احنا بكل سهولة ممكن تلعب في البلاي جراوند، ممكن تجرب اشياء معينة في البلاي جراوند. طبعا راح نشوف احنا كيف راح نستطيع نعمل مشروعنا. الان النقطة الأخيرة قبل ان ننهي هذا الفيديو، ان مشروعنا راح يكون مبني على هذا الموقع، على هذا الموقع. طبعا الموقع راح اضع لكم الكود، راح نحاول نبني بعض الأجزاء المعينة على سبيل المثال هنا في الأعلى اللي هو النافار، الصفحة هذا الأساسية مثلا، ممكن هذه الأجزاء اللي هنا تكون موجودة. راح يكون الكود طبعا النسخة هو هذا يكون الكود، ما راح نقلد كل شيء بالتفصيل، في أشياء راح نغيرهن، لكن طبعا تقريبا راح تكون بهذا الشكل. وأتمنى أن الكورس يكون مفيد لكم، ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم، راح يكون عبارة عن تثبيت أو تثبيت التيلوين سي اس اس. راح نستخدم النود جي اس اب، أو بإمكانك تستخدم سي دي ان، وتستخدم أي شيء آخر مثل لارافال أو فيو مثل ما شفنا في الدوكيومنتيشن. شكرا على المتابعة.